مرحبا، صباح الخير يا ابو علي. مصطفى سعاد، صباح الخير. صباح النور يا سعاد، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. اوكي، مصطفى مصطفى دابا غدا ان شاء الله. سعاد، سعاد ليستوار دو سعاد، بغيت تعاودي لي سعاد القصه ديالك من طقطق. السلام عليكم. واحد القصه كيفي بارتي د لاكشواليتي ديال هاد الايامات اللي سمعنا بها، اللي العالم كامل كيهضر عليها، في المغرب هضروا عليها، في الجزيره، في كاع لي سبور، في كاع لي شين اسبانيول. انت يا سعاد من الاسبان كتهضري معنا الصباح ياك؟ ياك وي سيدي، كنهضر معاك من الاسبان. تخي بي، عاودينا شنو وقع لك اسعاد؟ بون، القصه كيفاش بدات ديال وليد. انا شفت كان دار واحد البوبليسيتي في واحد الصفحه ديال صفحه وزن دار الضمانه، كيطلبوا فيها يعني التبرعات من هذا الطفل هذا اللي كيعاني من واحد نقص في الهرمونات. المهم شفت هذاك الفيديو اثر فيا بزاف، وقررت انني نحاول نقدم واحد المساعده لهذا الطفل هذا. اتصلت بالعائله ديال وليد، هدرت مع وليد. وليد يعني الطفل وليد عنده 12 عام، عنده 12 عام وليد ياك، عنده 12 عام. هدرنا انا وياه، قلت لوالد شنو بغيتي؟ قال لي انا بغيت هي، ما قاليش بغيت الدواء، قال لي انا بغيت شي حاجه ديال ميسي، لانه هو طفل صغير يعني متعلق بميسي بزاف، لان كي عنده نفس المرض ديالو. قلت له والدي الا جات لك شي حاجه ديال ميسي شنو غدير؟ قال لي غنفرح بزاف. قلت له انا غادي ندير معك واحد الحاجه، غندير لك مفاجاه. فعلا جات واحد المباراه كانت ديال بارسا، برشلونه مع اسبانيول، درت جوج ديال لي تيشيرت، وحده في الطايه ديالي وحده في الطايه ديال الوالد. مشيت لهذاك الماتش، لبست هذاك التيشيرت، درت لي فوتو، درت فيديو لوالد، والد فرح بزاف. دازت واحد اليومين يعني بفضل واحد الاصدقاء ومعارف ديالي اللي هما قريب من ميسي، تكلفوا وميسي صنع على التيشيرت، صنع على التيشيرت، كتب له فيها رساله يعني قلب كل حب ميسي، كنتمنى تكون يعني كنتمنى لك بكل قوة، يعني بكل قوه جبانك تكون قوي وعانقك، يعني ما فيهاش شي حاجه ونعطيك الفلوس. انتونس انا حطيتها في لاباج ديالي في الفيسبوك، في لاباج ديال الواليد، في لاباج ديال وزن دار الضمانه، ولاباج ديال وزن يعني باش نفرحوا المدينه كامل، لان الواليد متع بزاف ميسي. من بعد وقعت واحد الضجه اللي هي اللي ما كنتش كنتصورها كاع غادي توقع. كاع الجرائد اللي هما عندهم وزن لا في المغرب ولا في اوروبا تكتبوا بان ميسي تكفل بهذه القضيه هذه، وهذه ما كايناش، يعني لعبوا على النفسيه ديال العائله بان ميسي تكلف. حنا ما كرهناش شي حد يتكلف بوالد، بالحق انا ما طلبتش من ميسي هكا ميسي سني لي على هاد التيشيرت وعطيني 40 مليون. ميسي عرف بان داك الولد عنده نفس المشكل ديالو، ما قلنا له شي هكا ميسي سنينا وعطيني 40 مليون، راه والد مشتت 40 مليون. مي سعاد كي انكرويابل سي كو لا اون فيت كاين بليزيور فيرسون، مي بون كلشي كيقول بانه ميسي غيعطي الفلوس وهو اللي غيداوي الدري هذا، ياك؟ علاش؟ شوف، المساله ديال الدعم المادي كتبقى مساله شخصيه لميسي، ما يمكن حتى شي حد يجبره عليها. ما يمكنش شي حد يجبر عليا، لان شوف غير باش انك توصل ميسي وتاخذ واحد الفيرما، لانه يسني لك على واحد التيشيرت، راه الناس راه كيساينوا 7 سنين و8 سنين، راه باقيين كاينين تماك في هذاك في الستاد ديال 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 البارسا. يعني انا عملت واحد المجهود باش نفرح ديك الولد، وفرحت بزاف ملي صيفطوا لي الفيديو ديالو باش شاف هذاك الفوتو ديالو مع ميسي، يعني فرحت بزاف. هذاك هو الهدف ديالي، يعني نرفع من المعنويات ديال ديك الولد هذاك، والمساعده كنطلبها من المغاربه، من حنايا كجاليه مغربيه، من المغاربه اللي عندنا في المغرب، هما اللي تكلفوا بهذه القضيه هذه، ماشي ميسي مجبر. ما نقولوش لا خصك، واش كيقول لك لا علاش ميسي ما يعطيش؟ نو، ميسي راه قدم واحد الدعم معنوي، ديك راه كافيه للولد. اوي بزاف تبدل، يعني تم ناحيه النفسيه ديالو تبدل، الولد رجع نشيط في المدرسه ديالو فرحان، واون بليس والد كيقرا مزيان، يعني ماشي شي ولد يعني اللي تقول عليه ما تديهاش فيه، حتى ماشي شي حاجه، نو، الولد كيقرا مزيان ومحتاج معاونه، محتاج لينا حنا كاملين بينا. انا قدرت ندير واحد الحاجه ديرتها بحق المشكل فين وقع، هو ان الجرائد اللي هي عندنا وطنيه عندها وزن كتبات على الخبر. بغيت غير نعرف هاد الجرائد مين هو المصدر ديال الخبر ديالهم. انا ملي حطيت التصويره في لاباج ديالي ولا في لاباج ديال وزن دار الضمانه ولا في لاباج ديال وزن، كتبت حلمي وحلمك تحقق يا والد. الحلم ديال الوالد هو ان تكون عنده شي حاجه ديال ميسي، يتلقى ميسي او لا شي حاجه ديال ميسي تكون، يعني حققت له. الجرائد خدات هاد المساله هذه، هي كل واحد كيفاش كيعمل. كاين اللي عمل تقارير يعني دار هذيك ثلاثه ديال لي فيديو ديال الوالد، على هذاك الفيديو الاخراني ديال الفرحه ديال الوالد، قال لك يعني هذا الفرحه ديال الوالد ملي عرف بان ميسي راه تكفل به.
دابا ان فيت بنتي ان فيت انت اللي وقع لك سعاد سي دير خير ما يطرابس سي كو انت بغيتي بغيتي غير تعاوني معنويا. شوف انا شوف هو ماشي دير خير ما يطرابس، هو الجرائد خصها ترجع تفكر، راه مش الصحافه ماشي الصحافه غير عمل كوبيا غير نعمل النسخ. الصحافه هي تبحث على المصدر الخبر، هي المصدر الاول اللي كان من المصادر الاولين اللي كانوا سي داك سبور بوان اس هو اللي كان قالت القضيه. نو شوف سبور، شوف سبور ما كانش هو الاولين. سبور انا مشيت هضرت معاهم ودرت معاهم لقاء وشرحت لهم الموقف، ولكن هما اللي خلعوني اكثر هما لقاوهم يعني في الجرائد المغربيه يعني اللي هي 100% وفي الجرائد الايطاليه كتبت عليها. طيب اشاعه وقعت، اشاعه ما كتعرفش من كتجي، سعاد اشاعه ما عندك ما ديري ليها وما تعرفهاش من تجي ياك. بغيتي واحد القضيه واعره نعاودها لك عاوتاني يا سعاد. دابا واحد القضيه انت ما خبركش، انت كاع انت واحد لاختيك واحد اخر ما خبركش، ما خبرش حتى والدتها، هو الدري صغير مسكين قال لك حقا ميسي ماشي غيعاونو باش يدير العمليه، قال لك ميسي غيعطيه 2300 درهم كل 15 يوم. هادي خبارك هادي؟ واش غنقول لك؟ لا دي ما خبارش. هذا ارتيكل واحد اخر اللي خرج قال لك بانه ميسي غيعطيه 2300 درهم كل 15 يوم. ايه ما عرفتش شي ميم با كومون ايزون بريسيزي هذيك كل 15 يوم، زعما ميسي كل 15 يوم سي ان تخيك دو فو. المهم انت يا سعاد المغاربه مزالك حتى لهاد الدرجه غادي يسينو ميسي، خص الناس تعرف بان شوف راه غير المعنويات ديالها الولد راه كافيه. الولد راه ما كيقولش شي حاجه عطيوني ولا شي حاجه، يعني اللي باغي يتبرع راه الباب ديال التبرع مفتوح. انا هذاك يعني ملي قدمت دعم معنوي لديك الدري هذا ياك، يعني ماشي باش نقول له ميسي سني لي عطيني 40 مليون، ما جاتش ما عندهاش لا محل لها من الاعراب. المشكله ديال الصحافه كنت خصها يعني لعبت على النفسيه ديال الاسره وعلى كل شيء، يعني لعبت على النفسيه ديال الجميع. دابا هو وليد وعائلته ساقوا الخبر من الصحافه، ساقوا الخبر بانه راه ميسي غيخلص عليه فلوس. هو كاين اتصال بينه وبين العائله ديالو، هو المشكله جات بحال اللي انا براسي ما كنقول انا واش هذا واش ممكن يوقع هذا الشيء، هذا واش ما غاتكونش خبر لي انا، ما هي اقرب وحده نقدر نجيب هذا الخبر هذايا. لان ميسي ما غاديش يشد ويتبرع، لان انا اللي عندي الدوسي ديال والدينا برشلونه، عندي الدوسي ديالو باقي يلا كنترجموه بالاسبانيولي عند مواثيق، يعني المسائل يعني كتاخذ خطوات، لانك ما يمكنش تكون شي واحد هاد تبرع الا ما شافش الدوسي، يعني الحاله المرضيه ديال الولد وشنو كخصو، يعني ماشي غير اجي وعطي الفلوس. وي واخا سعاد شنو نديرو؟ سعاد غنديرو ما كاين مشكل، نشوفو خصو الحل، فهمتي؟ دابا انت سعاد وقلتي بغيتي على قبل الوالد اللي عنده 12 عام اللي عنده مرضي هرمونال بحال اللي كانت عند ميسي فاش كان صغير، انت اتصلتي به حيت شتي لا فيديو ديالو. هي دونك اون فيت بغيتي تعاوني معاه، قلتي لي شنو عيطتي الوالد، عيطتي لي في التليفون، قلتي انت في الاسبان، قلتي لي شنو بغيتي؟ قال لك هو بغيت غير شي حاجه مع ميسي باسكو عارف ان ميسي كان عنده نفس المرض ديالو هو. انت مشيتي صوبتي ليه التيشيرت بالتصويره ديال الوالد اللي تصور معاه ميسي، التصويره اللي شناها ياك. من بعد يا اون رومور كوم كوا راه ميسي غيتكلف بالمصاريف ديال العمليه باش الدري يداوى. انا بغيت غير اي سي واه، ولكن يعني الامور كنتمشى مزيان، يعني ما كان ميسي ما هدرش في هذا الموضوع هذايا، ما خبروش دابا كاع ما على بالوش لحد الان، يعني ما خبروش يخلص 2300 درهم دابا كل 15 يوم ياك. لا دابا هادشي هذا خطير هذايا، ما خبروش احنا يعني ميسي كلشي كيتعاون معاه، كلشي والد كلشي باغي يتعاون معاه، يعني في المدينه يعني كل واحد فينا كيحاول يقدر يدير له واحد الحاجه، وحنا دابا غادي نضموا لواحد الحفل اللي جمع تبرعات، وهذاك هو النهار اللي غادي ياخذ فيه والد كيساين كل نهار فوقاش غادي يجيني التيشيرت، احنا في المدينه غادي نديروا لواحد الحفل، يعني ديال حفل خيري لجمع تبرعات مع الحركه الطفوله الشعبيه، وغادي يشاركوا فيها جوج ديال الفنانه، واحد وزاني عبدو الوزاني ومن الكوميديا شعفاء تيا تطوعت معنا، غادي نديروا في وزاني ياك سعاد، غنديروا في وزان، والدعوه يعني للجميع اللي بغى يعاون وليد، لجميع الفنانه، غادي يكون ان شاء الله هذا الحفل في شهر 6 نهار 8 في الشهر، والدعوه يعني موجهه لجميع الفنانه واللي بغى يشارك مع والد ويتعاون مع والد، الوجه راه مفتوح للجميع. واخا غندير واحد القضيه سعاد، غدا نعيطوك مع 10 ديال الصباح سعاد، واخا غدا 10 الصباح نشوفوا الناس بوريك سو على باج مومو يتغادو سو فيسبوك اي باغ ايميل momo@itradio.ma غدا نستي انكو، واخا كل واحد يدير مجهدو باش نعاونو الدري هذا، باش ان شاء الله يحاول، باش ما حنا ما نتسناوش ميسي سعاد ياك. نو لا ما نستناوش ميسي، لان احنا خصنا نعاونو ديالنا، احنا اللي قدرنا ليه 40 مليون، راه درتي غير في الشارع غتلقى 40 مليون، راه انا كعندنا محسنين، عندنا ناس يعني عندهم يعني قدره ماليه اللي يقدروا يعاونوا هذه الاسره، هذه انا الاسره ديالو عانات،
راه 10 سنين وما كيخلص الدواء ملي وصلوا انا واحد المهم واحد المومنت اللي ما قدروش هما يزيدوا القدام هذاك كيطلبوا المساعده واخا لا واخا اوكي سعاد غدا 10 الصباح نعيطوا لك اوكي دوك غدا في الصباح تعيط غدا اوكي بس ميرسي بوكو شكرا شكرا لك وفيت جي بغيتي ديري اكسيون مع ميسي تقدر لك ميسا غدا ان شاء الله سعاد 10 ديال الصباح باغي اكسيون مومو @ radio.ma et via la page Facebook Momo Hit Radio et le standard c'est 35 300 سعاد نهضروا مع غدا مع الشانس ديال الصباح على هيت راديو دوك سعاد بغيت تعاون واحد الدري صغير سميتو وليد هو من وزان عنده مرض الى مرض هرمونال بحال اللي كانت عند ميسي هي في الاسبان عندها دي كونتاكت ديالها بغات تعاون مع الدري الصغير قال الدري الصغير جيب لي غير شي حاجه نسوفنيير مع ميسي مشات هي خدات التصويره ديالو افيك ديديكاس صورات عليه باش تعطيها عليه يا اون اشاعه اون رومور اللي قالت بانه راه ميسي غيتكلف بالدري الصغير من وزان وانه غيعاونو بانه غيداوي بانه غيدير ليه العمليه هادشي اللي خطا ودابا هي بغات تصلح هادشي كامل اي حاجه تقدروا ديروها مومو @radio.ma اي اون باج فيسبوك مومو هيت راديو 100% هيت هيت راديو هيت راديو